خلاص تقريبا يعني اكتمل التحضير نسبيا، فاضل رتوش صغيره بس، كل الفرش موجود في مكانه، اماكن الترابيزات كلها موجوده اللي هي اللي هتبقى لجان، فاضل بس رص الصناديق اللي هتبقى موجوده هنا، مطرح ما الهيئه القضائيه هتبقى موجوده. كتحضيرات بشكل عام هي الصاله المغطاه بتاعت النادي الاهلي، تقدر ان شاء الله تستوعب العدد. مش مطلوب ان الناس هتقعد كتير يعني، النهارده مطلوب اللي هيجي هيسجل اسمه في الدفتر بتاع الكشوف وبياخد الكارت، بيعلم زي ما هو عايز على اختياره، بيحط الورقه في الصندوق وبيبتدي، عايز يخش النادي يتفضل، عايز يروح بسرعه يتفضل. عاملين اكسس احنا الناس تخش وتطلع منين، كل حاجه منظمه بشكل جيد. ان شاء الله يوميها برضو يعني بالنسبه للجزيره الاهلي في الجزيره، احنا واخدين الجراج بتاع الاوبرا حاجزينه كل اعضاء النادي تيسيرا عليهم عشان اللي بقى بيدور على مكان باركينج ولا كده، كل الباركينج بتاع الاوبرا كله بتاع متاح بالنسبه لنا، فاللي عايز يركن عربيته يركن، ما فيش اي مشكله خالص، هيعدي الشارع يخش ممكن دقيقتين ولا خمس دقائق يدلب صوته ويتكل على الله يروح لو هو عايز يروح، او لو حابب يخش النادي يتفضل. فان شاء الله انا شايف الامور كلها ماشيه بشكل جيد جدا، وطبعا النهارده انت عارف نادي هليوبلس توفق يعني طبعا، وده شيء الحقيقه لازم اعضاء الجمعيه العموميه بتاعت نادي هليوبلس، ناس بتحب ناديها وناس جت قالت كلمتها، وبكده كل الناس لازم تحترم كلمه اعضاء النادي، هم اصحاب الحق الشرعي في تحديد مصيرهم وتحديد مصير ناديهم. النهارده ظهر جم 11,000 واحد في نادي هليوبلس، ما افتكرش النادي الاهلي وجمعيته العموميه ان شاء الله هيبقوا اقل من نادي هليوبلس، بالعكس هنبقى ضعف الرقم ده ان شاء الله. يعني نتمنى من محبي النادي الاهلي ان هم يجوا يقفوا مع النادي الاهلي. اللائحه ده موضوع مشروع، احنا النادي الاهلي ما بيخرجش عن القانون في اي شيء، بشهادات كل القانونيين اللي نعرفهم، ولان النادي الاهلي عمره ما هياخد خطوات تجاه تصعيد مع دوله، ليه؟ ما عندناش سبب يدعو لذلك. كل ما احنا بنقول عليه ان النادي الاهلي بيدور على حقه الطبيعي، ان النهارده اللي يحدد اتجاه النادي الاهلي هم اعضاء النادي الاهلي وجمعيته العموميه، مش حد تاني. صياغه وكلام وكتابه ده له ناس متخصصه، ناس قانونيين متخصصين هم اللي كتبوا الكلام ده، مش حد تاني يعني. فالنهارده المطلوب من الاعضاء تعالى طالب بحقك. حقك في ايه؟ في انك انت تحفظ لناديك مكانته وتحفظ لناديك لائحته. مش حد يملي علينا اللوائح ليه؟ يعني ما هماش احسن مننا في حاجه، واحنا عندنا عقول في النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه قامات قانونيه كبيره جدا شاركت في هذه اللائحه، مفيش فيها نص خارج عن اي حاجه قانونيه في اي حته، واللي عنده عكس ذلك يقوله، اللي متصدر في انها باطله والكلام ده كله، كلام ده كلام فاضي مش كلام مظبوط، وكلام مش فاهمينه ليه. يعني الناس مضروره من ايه ان اعضاء جمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي يجوا يقولوا صوتهم ويقولوا بحقهم، اللي قرا اللائحه يجي يقول فيها رايه، وده متاح بالنسبه لك، فتعالى طالب بحقك. الاستعدادات الحمد لله احنا جاهزين تماما لاستقبال كل اعضاء النادي الاهلي، اللي انا متاكد ان هم ان شاء الله جايين بكثافه عاليه جدا، لان النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي. اللي انا متاكد منه واللي بشوفه دايما في كل الاتجاهات اللي انا او الجولات بتاعتي في النادي، احنا كنا النهارده بنشوف الاول بنشوف الاستعدادات بتاعه المكان في الصاله المغلقه، اتاكدنا ان اماكن الخروج والدخول ازاي، اتاكدنا من ان يكون في انسيابيه في التصويت، القصه كلها هتاخد خمس دقائق، عضو النادي ما بيتكلفش كتير، هو مش اجتماع علشان خاطر الناس تقعد، هي القصه كلها ان احنا بنخش بنمضي في الكشوفات، ولما بنمضي في الكشوفات بتاعتنا بناخد ورقه بيبقى فيها فوتنج اللي هو في التصويت على اللائحه الداخليه بتاعت النادي، اللي هي طبعا عملها قامات في الـ في الـ في, الـ في القانون. بنصوت زي ما حضرتك شايف اللائحه الداخليه مناسبه، اهلا وسهلا، شايف حضرتك راي تاني اهلا وسهلا. احنا بنقول احنا بنسهل بس لاعضاء النادي الاهلي المرور والانسيابيه والتصويت بسهوله، وتاكدنا من كده، وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان في ان شاء الله حاجه جميله جدا في النادي الاهلي يوم الجمعه والسبت الجاي.